ما مش بتسلك دي لعبة شياطين فانساني مش هغمزلك بتحط نفسك جوا لعبة انت مش قدها هنا الساعة ما بتمشيش الجمود اجتاح وقتها دوبلير المشهد هو البطل بس خاف من الشاشة بيضرب كل يوم عشان ما يشوفش غير هشاشة القناع بقى بيحميه فبقى يركب وش بطل يحكي لأي حد عشان ما سمعش غير معلش صنفوه بمرض الجهل عشان ده الكتمان اتسحب لسكة ضلمة وعن النور كان عميان الآلات كلها بتعزف مدي ودنه للكمان بيقلع القناع يتكلم باللي باقي من انسان انتوا مشيتوا واللي بقى منكوا فاضل خراب ما كانش سهل علينا بعد كده نكون اغراب وقت الاحتياج ملقاش حواليه غير السراب فتح عينه فهم كويس انه خلاص اتساب رجع الاوضة الضلمة شيد فيها الف باب بقى بيكلم نفسه لان رحلته ملقاش اسباب القلب ده حب وعشق واللي اتحب بعد وغاب بيدعي ربي يقول في المعاصي العبد خاب ده زينة ما كانش حب والقناع ده كان كداب بيجي الدور عليه من تاني بس خلاص بعد وتاب فلاش باك من الاول ايه سبب الاكتئاب فاهم يلا بينا كنت لي عبارة عن اخر نسبة امل هوس بعدك عايش فكري في حالة من الخلل على كتمة كانت مقفولة علينا زي حوض السمك من فينا اللي بعد من اللي وعوده فينا انتهت اتعلمت منك حاجة ومش هنساها ابدا الحب بدون رسميات اخرته بعد وزهق كنت شمس اللي بتمحي اكتئاب الليل دلوقتي القمر صاحبي والليل اصبح طويل حياتي ما وقفتش عليكي بس الفرحة وقفت الحزن في عيني يظهر لما تيجي قدام سيرتك كنت نحو انت السفينة في عمنا البحر كذبك عالم موازي وراني اني عايش في بعد التالت وانك مهما كنت جميلة تايتانيك في الاخر غيرت بقى الموضوع ببساطة اني بخاف من اي علاقة متعة الدنيا في التجربة طب كل الناس زي كده ومش مبسوط حواليا خلق الله ولساني مهموم مصاحب بيني كلهم في الاوضة اخر كل يوم انا بطل القصة وعلاقتنا جيم اوف ثرونز